يو الخوت، بهذا الفيديو جيت نقل لكم الفرق ما بين الشعب الجزائري وما بين الشعب المغربي، والفرق ما بين الحكام ديال الجزائر والحكام المسؤولين ديال المغرب. كما كتشوفوا الفيديو لحت فيديو على المعارضين وعلى الاعداء ديال الوطن المغربي، اللي هما كيكون حتى عدد كبير ديال القنوات الجزائريه مولها الحكومه والمسؤولين ديال الجزائر ضد المغرب واللي خلق الفتنه. شوفوا الفيديو ونكمل معكم. شوف مزيان، ان الظلم ظلمات يوم القيامه. شوف مزيان، شوف الصوره، شوف الحركه ديال الفيديو. هادوك اليهود المساخر اللي باغيين الفتنه، شوف شنو داروا يعني ريفيرس، هي العرض المعكوس لذاك المقطع باش يبان انه كيدير ماشي متلاشي كيف ما كتشوفوا دابا. والفيديو قدامكم، شوفوا هو بالعرض الحقيقي، دابا هو داير فيديو بالعرض الحقيقي. من بعد قلبوه هما داروا له العكس وداروا له موسيقى مورفين باش تبقى انت كتشوف. اصلا داك الموسيقى هذيك هي اللي كتعطي لبنادم التخدير النظري والفكري، فهموني. اما قول الحق ولا سكت، بالتالي يا اما قول الحق ولا سكت، ولا بعد بحالك من هادشي. الا كنت ولد الحرام انت كتقلب على ادسنس، انا كنقلب على الحق وعلى اللي خصو يكون، ما خصهاش ادسنس. المهم الخوت، كيف ما شفتوا الفيديو، وحقيقه بان هذه اللحظه هذه راه ماشي حاله سكر. لو كان السكر غادي يكون في طوموبيلته، غادي يكون في القصر ديالو ويشرب، ماشي غادي يخرج للبلقه. بما ان انسان عادي لا يخرج من هذه البقعه الحمراء هذه اللي هو الوطن ديالنا، كان غيروا عليه من هنا. ولكن الانسان اللي يخرج من هنا ما كيبقاش متبوع، ما كيبقاش عنده ديك العقليه كاريزما كيدور بوحدو. عندنا هي حنا اللي فينا ديك القضيه ديال التبعيه والحاضيه، هذا تبع هذا باغي يقتل هذا، ما كتشوفوا. المهم اللي كنشوف ان الناس اللي تضامنوا معايا هما الناس ديال الجزائر، كيتابوناو كيكومونتيو، اي الاراء ديالكم حقكم، ولكن هذا الملك ديالنا حقكم تهضروا عليه هكا. المهم زياده على ذلك، كنشكر اي واحد تابونا في لاشين، دار لايك لاي فيديو، عطى الراي ديالو، داكشي بالاحترام والقوة تاع النظر وقناة والشعب. مرحبا بكم كامل، تهلا والخوت. غير الظلم ما كنبغيش الظلم، انا الظلم ظلمات، تهلا وبيس عليكم.